كل عام أنتم بخير. الله، وينفع كمان نقول لبعض كل عام أنتم بخير في مثل هذه المناسبات، حكم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الذكرى المحببة والمقربة إلى نفوسنا جميعا، وذلك لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع مجيء هذه الذكرى في كل عام بيتجدد الجدل، بل والخلاف، بل الصراعات التي لا تنتهي والتي يتشدد لها طرف هنا أو هناك، وتكثر الأزمات والخلافات حول مسألة حكم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا هنا أقول يا إخواني الكرام، هونوا على أنفسكم، المسألة بسيطة ولا داعي لهذا التشنج. كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، الطرفين يعني اللي بيحتفل بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيحرم الاحتفال برضه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة فين؟ إن ده مش فاهم عقل ده، ولا ده فاهم عقل ده. المشكلة بينهم مش في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش فاهمين دماغ بعض. فخليني أبسط الموضوع. الاحتفال أو الاحتفاء بذكرى من ذكرياتنا الإسلامية، هذا مقصود شرعا ومطلوب شرعا. قال الله تعالى: وذكرهم بأيام الله. مطلوب مننا أن احنا نتذكر أيام الله سبحانه وتعالى، أيام الله زي يوم عرفة، يوم عاشوراء، المناسبات الإسلامية والفتوحات الإسلامية وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. يعني أيضا يدخل في ذلك ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وده حدث عظيم حتى الصحابة عظموه. ولذلك هم لما قعدوا يفكروا يعملوا العام الهجري يربطوه بأي مناسبة، هل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أم بغزوة بدر أو بالهجرة، سيدنا عمر الفاروق يعني الأحرص مني ومنك على الالتزام بالسنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاختاروا الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم احتفى وهو قدوتنا بيوم مولده، فقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، قال بصوم يوم الاثنين لأن ده يوم أنا ولدت فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعظم اليوم الذي ولد فيه. طيب، يعني إذن هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إن اليوم ده يوم مهم وليس يوما عاديا. وهو بالفعل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون حدثا عاديا ولا حدثا عابرا، لأنه به أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور، فهو حدث يعني المفروض أنه حدث غير عادي. وهكذا يبقى إذن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفاء به مشروع بل وسنة. لكن فين بقى المشكلة؟ في طريقة الاحتفال أو طريقة الاحتفاء أو طريقة إحياء ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ممكن الأسرة، الناس، المساجد، البرامج تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن شمائله، عن فضائله، عن مواقفه، عن غزواته، عن الآيات التي نزلت فيه، عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أبدا. وده يبقى شيء جميل قوي إن الأمة تتذاكر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم.
وده احتفاء. اه طبعا احتفاء. ونعلم الأطفال ونقول لهم بعض الدروس من السيرة والكلام ده مهم جدا. طيب فيه جانب آخر من الاحتفاء، وهو بقى الناس اللي بتحتفل بالشطح والنطح وبالبيارق والأعلام وبإحياء ليالي فيها بعض الممارسات، زي مثلا ما هنشوف كده دلوقتي. دي جماعة من الجماعات الصوفية بيحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطريقة الصوفية دي بتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي نراها الآن، إنهم بيتجمعوا في أماكن متعددة كل يوم أو كل أسبوع في منطقة ما ويعملوا الطقوس دي. مهما اشرح لكم مش هتفهموا قوي إلا لما تشوفوا بعينيكم، لأن الموضوع غريب جداً. لا حول ولا قوة إلا بالله. مجموعة من الشباب نايمين على الأرض، كل واحد منهم حاطط سيف على رقبته، وشيخ الطريقة بيمشي وبيدوس على رقبتهم أو على السيف ده، وقال يعني الرسالة إن هم رغم ذلك ما بيموتوش. الناس دي فاهمة إن هم كده بيحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شيخ الطريقة يعني كتر خيره وتواضع وداس عليهم برجليه. الكلام ده هل ده دين؟ ده دين؟ أي دين هذا؟ يعني كل دي يعني ممارسات شركية ما أنزل الله بها من سلطان. لما تيجي تقول لي أنا هحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة دي، أقول لك لأ، أو ستين لأ، وحرام وستين حرام. أيوة هو ده اللي يتقال عليه حرام. وفي زي كده بقى كتير، البيارق والطرق الصوفية اللي عمالة تشطح وتنطح ليل ونهار ويروحوا يتمسحوا بالضريح مش عارف إيه. طبعا لا، ده الصورة دي هو اللي حرام. لكن الأصل المسألة زي ما احنا أصلنا لها الآن، انك نعظم أيام الله ومنها يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعظمه يعني نهتم به. لا مانع طبعا كمان من موضوع مثلا حلوى المولد، لأنه برضه دي من ضمن الحاجات اللي عليها خناقة، بل وعليها حروب، ان ناس بتقول ان الحلوى دي طقوس شركية. يا عم شركية مين؟ الحمصية والسمسمية والحاجات الحلوة دي تبقى طقوس شركية ازاي بس؟ ايه دخل ده في مثلا لو عروسة وحصان والكلام ده ماشي، كان زمان ده، لكن دلوقتي شوية حلويات وحلاوة المولد ما بتطلعش الا من السنة للسنة، وفي ناس ما بتفتحش غير اليومين دول بس بصرف النظر. يعني واحد بقى جاب شوية حلويات المولد عشان يوسع على عياله، حرام؟ لا مش حرام. هل دي بدعة؟ لا مش بدعة. ايه دخل دي في البدعة؟ البدعة لو احنا اعتقدنا اعتقادا جازما انه ثوابنا سيكون اكبر لو اكلنا حلاوة المولد، دخلناها في الثواب، يعني كده دخلناها في الدين. وده اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن لو عاد من العادات، تقليد من التقاليد المتعارف عليها في المجتمع، دي ملهاش علاقة، ما ندخلهاش في الدين ولا في البدعة ولا في الحرام ولا في الحلال. يبقى خلاصة القول، نعم يوم ميلاد النبي يوم عظيم نحتفي به ونحتفل، لكن طريقة الاحتفال هي اللي ممكن تبقى حلال أو ممكن تبقى حرام. اللي احنا شفناه دلوقتي ده حرام. لكن انت والله لو جمعت عيالك واحتفلتوا منكم تقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصوموا مثلا يوم الاثنين عشان قدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع إن احنا نعمل ندوة معينة وندعي فيها العلماء ويتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده، لا مانع. وهكذا يعني، وده شكل من أشكال الاحتفاء والاحتفال. لكن إن احنا نمارس الأمور الشركية هو ده اللي حرام. وحلوى المولد حلال، وصحة وعافية عليكم والله، ونفسنا فيها بس محرومين منها الحمد لله. على كل حال جزاكم الله خير وربنا يبارك فيكم، وكل عام أنتم بخير. الله، هو ينفع كمان نقول لبعض
كل عام أنتم بخير في مثل هذه المناسبات. آه طبعا مفيش مشكلة خالص، كل عام أنتم بخير، ده دعاء، دعاء نلتمس إن إحنا نكون بخير، ندعو لبعض بالخير والبركة. ده ملوش علاقة إن إحنا برضه ندخله ضمن نص معين، لأنه الدعاء من حيث الأصل جاء الشرع، بل الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن يدعو بعضنا لبعض. فكل عام وحضراتكم بخير، ويا رب اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حول حوضه الشريف، واجمعنا معه في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.